بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، شهد العام الماضي حديثا كثيرا حول الحرب الأمريكية الصينية والصراع على قيادة العالم ومن هي القوة التي سوف تسيطر على العالم في السنوات المقبلة. وكان أشهر المتحدثين في هذا الموضوع الدكتور طلال أبو غزالة، الذي حدد شهر أكتوبر من العام الماضي 2022 لانطلاق شرارة الحرب، لكن هذه الحرب تأخرت حتى وقعت في مطلع العام الجاري في أوكرانيا وبين روسيا وأوكرانيا، ومن خلف أوكرانيا دول العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية مقابل روسيا التي يعلم الكثيرين أن الصين تقف خلفها. لكن هذه الحرب ليست بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشكل مباشر، وبقي الحديث مستمر حول أن هذه الحرب بين الصين والولايات المتحدة قادمة. والسؤال هنا، كم تبقى من الوقت حتى تقع الحرب الصينية الأمريكية؟ الصراع العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين سيبدأ مباشرة بالعملية العسكرية الصينية التي تهدف إلى فرض سيطرة الصين على تايوان. كثير من الناس يعلم مدى أهمية تايوان للصناعات الغربية، مدى أهميتها للصناعات التقنية الحديثة، ومدى أهميتها للولايات المتحدة الأمريكية. فالروس يقولون بأن تايوان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي مثل إسرائيل. إسرائيل قاعدة عسكرية للمجتمع الغربي الإمبريالي في منطقة الشرق الأوسط، وتايوان قاعدة عسكرية متقدمة لأمريكا في بحر الصين الجنوبي. في سبتمبر الماضي صرح نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ديفيد كوهين بأن الرئيس الصيني قد أصدر تعليماته للجيش الصيني بالاستعداد لفرض السيطرة العسكرية على تايوان بحلول العام 2027، وبحلول العام نفسه يخطط الرئيس الصيني لتحويل القوات المسلحة الصينية إلى جيش حديث، وأن يكون الجيش الأول على مستوى العالم. إذن تاريخ الحرب هل هو 2027؟ هناك عدد من الدلائل الأخرى التي تشير إلى أن الصين تستعد لعملية عسكرية في تايوان، ومن بين هذه الدلائل على سبيل المثال قيام الرئيس الصيني بتعيين قائد المنطقة العسكرية الشرقية، وعمليا هذا الشخص أو هذا القائد أو قائد المنطقة العسكرية الشرقية هو الذي ستوكل إليه مهمة تنفيذ العملية العسكرية لفرض السيطرة الصينية على تايوان. إذن هو المسؤول المباشر عن هذه العملية المخطط لها حسب المخابرات المركزية الأمريكية. إذن عندما يكون هذا نائبا للرئيس الصيني في المجلس العسكري المركزي، هذه إشارة قوية إلى نية الصين لفرض سيطرتها وهيمنتها على تايوان. طبعا هذا الأمر ليس وحده. الذي يدعم هذا التوجه هو انهزام اللوبي الموالي للولايات المتحدة الأمريكية في داخل الصين، وأيضا انتصار وتقدم حزب الحرب الذي يقود الرئيس الصيني في المؤتمر الأخير في الحزب الشيوعي الصيني. هذا الأمر يوفر الظروف السياسية الداخلية اللازمة لهذه العملية العسكرية. الصين نفسها لا تهتم ببدء الصراع في وقت مبكر،
طالما أن تقديرات الصينيين تقول أن الصين متأخرة تقنياً على المستوى العسكري عن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وبالتالي تقديرات الصين أنه إذا وقعت الحرب في الوقت الراهن فلن تستطيع أن تحسم المعركة لصالحها. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أنه إجراء الانتخابات في تايوان في مايو 2022 تقريبا، يعني تقريبا بعد 14 شهرا من الآن، ربما يتولى السلطة في هذه الانتخابات الحزب الذي يؤيد الصين، مما يجعل الوحدة السلمية بين الصين وتايوان أمرا مرجحا لدرجة كبيرة، وبالتالي تستغني الصين عن هذه العملية العسكرية وأن تنجز ما أرادت إنجازه بالحرب تنجزه بالوحدة مع تايوان. الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار قد تحاول إثارة صراع من خلال دفع تايوان للإعلان عن استقلالها قبل أو بعد الانتخابات التايوانية مباشرة، حسب من يفوز في هذه الانتخابات، اعتماداً على اصطفاف القوى المحلية في داخل تايوان التي تدعم إعلان الاستقلال وتأكيد الانفصال عن الصين. ومع ذلك يبدو أنه رد فعل الصين في هذه الحالة لن يكون قائماً على العواطف. بكين ستكتفي برد فعل لفظي في ذلك الوقت حسب كثير من الخبراء الذين يرجحون هذا الأمر، وتؤجل الفعل العسكري لوقت آخر يكون أكثر مناسبة لإنجاز المهمة التي تسعى إلى تحقيقها الصين. إذن الصدام العسكري بين واشنطن وبكين قد يبدأ قبل العام 2027، وربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقد لا يكون متعلقاً بتايوان. ويرجح كثير من الخبراء أن لا تكون الصين هي البادئة بهذه الحرب، وأن الذي سيبدأ شرارة هذه الحرب هو الولايات المتحدة الأمريكية، لأن تعليمات الرئيس الصيني كما جاء على لسان رئيس المخابرات المركزية الأمريكية أن استعدوا للحرب ولكن لا تبدأوا الشرارة الأولى. لكن السؤال، هل هناك إشارات أو علامات تشير إلى قرب بداية هذه الحرب؟ من هذه العلامات التي قد تساعد في اقتراب حدوث الحرب الصينية الأمريكية هي التناقضات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ومثال على ذلك تجميد الاحتياطات النقدية الروسية في البنوك الأمريكية. هذا الأمر يتطلب من الصين أن تسحب بشكل عاجل 970 مليار دولار أمريكي، هذه تستثمرها الصين في سندات الحكومة الأمريكية. لكن الصين قد تواجه مشكلة في استثمار هذا الحجم من المال، لأنه لا توجد سوق أخرى في العالم تستطيع أن تستوعب هذا الرقم تريليون دولار بهذه السرعة. لكن رغم ذلك وبسبب رفع سعر الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشتد أزمة الديون في العالم. هذه الأزمة التي تشتد نتيجتها أن هناك الكثير من الدول حول العالم لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها بالدولار تجاه البنوك المقرضة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
مع ذلك سيكون لدى الصين فرصة أن تستثمر مبلغ التريليون دولار اللي هو 970 مليار دولار في توفير هذه القروض الدولارية للدول التي تمر بهذه الأزمات الاقتصادية. هذا الأمر سينشئ وضع يسمح للصين فيه أن تشتري نصف العالم بثمن بخس، وأن تتخلى عن احتياطاتها من الدولار بشكل قروض للدول النامية على خلفية تراجع الإقراض من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر سيؤدي إلى تغيير صورة العالم بشكل كبير، بما في ذلك انتقال الدول أو هذه البلدان إلى التعامل باليوان بدل الدولار، وهذا سيؤدي للقضاء على الدولار. بالطبع ستحاول الولايات المتحدة الأمريكية منع ذلك من الحدوث، لكن الأمر الرئيسي هو أن حصار الغرب للنفط والغاز الروسي يخلقان أزمة في نقص الطاقة على مستوى العالم، وخصوصا في أوروبا حيث فشلت كل محاولات أوروبا للتحول السريع إلى مصادر طاقة أخرى غير الغاز الروسي، ودول الخليج العربي ليست مستعدة للتضحية بعقود طويلة الأجل مع آسيا من أجل إمدادات قد تستمر لعام أو عامين لأوروبا التي تخطط بعد ذلك للتخلي عن الطاقة الأحفورية على أي حال. هناك أيضا مسألة السعر. أوروبا تناقش سقفا للأسعار ليس فقط بالنسبة لروسيا، وإنما كذلك لأي نفط أو غاز يأتي من أي مناطق أخرى. وبطبيعة الحال مع مطالبات مثل هذا أوروبا تواجه خطر أن تظل بدون نفط أو غاز. وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال بأن قطر قد تتوقف عن إمداد أوروبا بالغاز إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري، يعني لا يجوز لأوروبا أن تحدد سقف لأسعار الغاز، وبالتالي هذا أيضا خطر يواجه الاتحاد الأوروبي وموضوع النفط وحاجة السوق الأوروبية للغاز. الطريقة الوحيدة لحل مشكلة الطاقة بالنسبة لأوروبا هي قطع الإمدادات من الخليج إلى الصين، أن تتوقف دول الخليج عن إمداد الطاقة للصين، وهذا سيجبر دول الخليج على إمداد أوروبا بالموارد التي تحتاجها أوروبا بالأسعار المنخفضة التي تريدها أوروبا. وعلى أي حال لا مفر من فرض حصار تجاري غربي على الصين، وهذا في حد ذاته سيكون هو الشكل الرئيسي للعمل العسكري ضد الصين. لذلك السؤال هنا، لماذا لا يقوم الغرب بالحصار العسكري الاقتصادي على الصين عاجلا لا آجلا؟ لماذا لا يقدم الغرب على هذه الخطوة؟ مع نهاية فصل الشتاء الجاري وبحلول فصل الربيع ستكون أوروبا مستعدة لفعل أي شيء من أجل الطاقة الرخيصة، بما في ذلك الحصار البحري على الصين، أو على أقل تقدير فرض حظر على إمدادات النفط والغاز إلى الصين قياسا بالعقوبات المفروضة على روسيا. خلال الحرب العالمية الثانية اضطرت اليابان لبدء الأعمال العدائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حقيقة أن واشنطن فرضت حظرا نفطيا على طوكيو، وكانت اليابان في ذلك الوقت مثل الصين الآن تعتمد بشكل كامل على استيراد الموارد من الخارج، وكان الحظر يعد موتا بطيئا للاقتصاد مع مرور الوقت. لذلك العقوبات النفطية
وفي الواقع الحظر المفروض على الصين الذي سوف تعزز أساطيل مجموعة أوكوس لن يترك للصين أي خيار سوى التصعيد العسكري. ما يدعم ذلك أن هناك مسؤولين تايوانيين يدلون بتصريحات مفادها أن غزوا صينيا سيبدأ قريبا، وهو ما يشي بإعداد الرأي العام العالمي في الاتجاه الذي تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية، يعني يؤلبون الرأي العام العالمي على الصين. الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى بدء الصراع مع الصين في أسرع وقت. الغرب يغرق بشكل أسرع وأعمق في أزمة اقتصادية، وفي غضون العامين القادمين قد لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على محاربة الصين. إضافة إلى ذلك، يتناقص يوميا عدد الغربيين الذين يؤمنون بتضخيم صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذا الوقت الذي يمر بسرعة تحتاج إليه النخب الحاكمة في أوروبا لكي يكون الرئيس الروسي هو كبش الفداء، لأنه يتهمون بوتين في الغرب بأنه المسؤول عن انخفاض مستوى المعيشة في أوروبا. لكن هذه الأحداث التي قد تحتاج إليها الولايات المتحدة الأمريكية لتسريع الحرب على الصين قد لا تعمل بالطريقة التي يريدها الأمريكان، لأن هناك في الغرب من يعتقدون، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، من يعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تخوض الحرب على جبهتين في وقت واحد. وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر، خاصة أنه الآن يوجد رئيس يبدو أنه هذا الرئيس مرتبك ولا يدري ماذا يفعل، وبالتالي قد لا يكون هناك حرب، وبالتالي الحديث عن موعد الحرب هو مجرد استقراءات لعالم الأحداث كيف تجري. ويتوقع من هذه الأحداث الخبراء موعد معين لقدوم هذه ولحدوث هذه الحرب، كما توقع الدكتور طلال أبو غزالة أن تقع في أكتوبر من العام الماضي، ولكنها لم تقع وإنما وقعت في مكان آخر. وهل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية حقا أن تفتح جبهة أخرى مع الصين في المدى المنظور؟ هذا لا يعلم به إلا الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.